بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 17 من سورة البقرة، ومع الآية 30، وهي قوله تعالى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، هناك معرفة حسية عن طريق الحواس. الأشياء المادية تعرفها عن طريق الحواس، وهناك معرفة عقلية تحتاج إلى آثار مادية، والعقل يستنبط من الآثار المادية حقائق هذه الأشياء. هذه معرفة عقلية، فالشيء إذا ظهرت عينه وظهرت آثاره، سبيل معرفته الحواس الخمس واليقين الحسي. أما إذا غابت عينه ذاته وبقيت آثاره، سبيل معرفته العقل. أما إذا كان الشيء مغيبا عنا أصلا ولا آثار له، لا الحواس يمكن أن تعرفه، ما له أثر، ولا العقل يمكن أن يعرفه، ما له أثر. هذا التمهيد دقيق. الأشياء التي تجسدت لها جرم، لها وزن، لها شكل، لها لون، لها رائحة، لها ملمس، لها حيز، لها طول، لها عرض، لها ارتفاع، هي أشياء حسية، سبيل معرفتها الحواس الخمس. أما جدار وراءه في دخان، والعقل يقول لا دخان بلا نار، فالعقل رأى آثار النار وهو الدخان، فحكم على وجود النار من آثار النار، فقال لا دخان بلا نار، ورأى هذا الجدار نارا. الكهرباء لا ترى بالعين، لكن تألق المصابيح، تكبير الصوت، حركة المراوح تبين أن هناك قوة كهربائية موجودة. فهذه المعرفة معرفة عقلية، والمعرفة العقلية لا بد من أن تعتمد على حسيات، على آثار حسية. إذا ما في آثار حسية ما في معرفة عقلية. العقل يعتمد على الأثر ويحكم منه على المؤثر، يعني يرى النظام فيكتشف المنظم، يرى التسيير فيعرف المسير، يرى الحكمة فيعرف الحكيم، يرى آثار العلم فيعرف العليم، يرى آثار القدرة فيعرف القدير، هذا العقل. أما تخيل شيئا غابت عنا ذاته وغابت عنا آثاره، العقل لا يستطيع أن يعرفه إطلاقا. نقول هذه الأشياء التي غابت عنا ذاتا وآثارا لا سبيل إلى معرفتها إلا بالخبر الصادق. الآن ما الموضوعات التي يمكن أن تكون من المرتبة الثالثة؟ الماضي السحيق، قصة خلق الإنسان، قصة خلق العالم،
المستقبل البعيد، ماذا بعد الموت؟ ماذا بعد الموت؟ الجنة، النار، الحوض، الصراط، خبر صادق. المستقبل الماضي السحيق، خبر صادق. كائنات ليس لها آثار، الجن، خبر صادق. الملائكة، خبر صادق. فهذا المنهج الإسلامي، المعرفة حسية أو عقلية أو إخبارية. هذه القصة قصة خلق الإنسان من النوع الثالث، لا تستطيع الحواس أن تعرفها ولا يستطيع العقل أن يثبتها. الحواس معطلة والعقل معطل. ليس عندنا إلا الخبر الصادق، وقيمة هذا الخبر من قيمة قائله، فالصادق خبره صادق. ومن أصدق من الله حديثا؟ دقق في هذه الآية. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، في معنى مخالف من الآية، من يكشفه؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، معنى ذلك أن هذه القصة وردت بالباطل. هؤلاء الذين يقولون الإنسان أصله قرد، هم يقصون نبأ الإنسان الأول بالباطل. لماذا؟ لشيء بديهي، لأن الله عز وجل يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات ولا الأرض ولا خلق أنفسهم. يعني إذا إنسان عمره 80 سنة جالس بمجلس في تجار، وقال أنا أخذت محل بزماني بسوق الحميدية وكلفني 5000 ليرة، عنده ابن عمره 12 سنة، قال له: بابا غلط هالكلام. طلع فيه القصة من 40 سنة، قال له: أنت كنت وقتها؟ كان لك وجود وقتها لما أنا المحل أخذته ب5000، أنت كنت موجود؟ ما أشهدتهم خلق السماوات ولا الأرض ولا خلق أنفسهم. من منا شهد بداية العالم؟ من منا شهد خلق آدم؟ هذا موضوع إخباري، لا سبيل إلى معرفته إلا بالخبر الصادق فقط. وإذا كان الخبر من عند الله عز وجل، من عند خالق السماوات والأرض، تأتي وتركل بقدمك 1000000 قصة وتؤمن بما قاله الله عز وجل. هناك نظريات لا تعد ولا تحصى عن بداية العالم وعن أصل الإنسان. بعضهم يقول كان حيوان مخلوق وحيد الخلية فتعقدت حياته إلى أن صار إنسانا سويا. بعضهم يقول أصله قرد، والقرد ارتفع درجة فدرجة فصار إنسانا. العبرة أن هذا الموضوع إخباري، سبيل معرفته الخبر الصادق، ومن أصدق من الله حديثا. إذا دقق، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إذا هناك من يقص عليك نبأهم بالباطل، هناك من يقدم لك رواية عن بداية العالم بالباطل، تكهنات ما أنزل الله بها من سلطان، ما في دليل، تكهن، تخيل، توهم، لكن ما في دليل. الدليل حسي، شيء غائب عن حواسنا. الدليل العقلي ما له آثار، لا في له ذات نكشفها بحواسنا، ولا في آثار نكشفها بعقولنا. إذن قصة بداية العالم، قصة خلق الإنسان، لا نأخذها إلا من الواحد الديان. وأي رواية وأي عرض وأي تحليل وأي تصور بخلق الإنسان إن خالف القرآن اركله بالأقدام، انتهى الأمر. هذه النقطة الأولى. الآن لماذا يقص الله علينا القصص؟ الإنسان من عادته أن يقرأ القصة ليمضي الوقت بها،
ليستمتع بها، يقول لك لأقتل الوقت بها. إذا مسافر جالس في الفندق وحده يأخذ معه قصة يقرأها، كل قصص بني آدم لعلها من هذا القبيل، إلا أن قصص الله عز وجل لها أهداف كبيرة جدا. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصة لها دور تربوي خطير. وآية ثانية يقول الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يعني الله عز وجل حينما يقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصة ليثبت فؤاده. من هو أولى بالتثبيت، النبي أم نحن؟ نحن أولى. التثبيت يكون على قدر الإيمان، أعلى إيمان إيمان النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نحن نقص عليك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نحن من باب أولى. معنى ذلك أن القصة لها هدف تربوي كبير. يعني الإنسان إذا قرأ قوله تعالى عن سيدنا يونس: فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بربكم في بالمليار واحد أمل، بالمليار واحد إنسان وجد نفسه في بطن الحوت وفي أعماق البحر وفي الليل الأليالي، نسبة الأمل بالنجاة كم؟ صفر. إنسان وجد نفسه في بطن حوت في الليل في أعماق البحر، سيدنا يونس نادى، يعني ما في حاجة لهاتف خلوي، فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هو فاستجبنا له ونجيناه من الغم قصة وقعت، أما حينما عقب الله عليها جعلها قانونا، قال: وكذلك ننجي المؤمنين. أي أنت أيها المؤمن في أي زمان في أي مكان في أي ظرف صعب، مهما بدا لك الظرف حرجا مستحيلا ضيقا، لا تخاف، الله عز وجل بيتدخل بنقضك. مهما كان المرض عضالا، مهما كان الفقر مدقعا، مهما كان العدو شرسا. أيها الإخوة الكرام، هناك في القرآن الكريم تطمينات من قبل الله، لكن الناس لا ينتبهون إليها. واعلموا أن الله موهن كيد الكافرين، موهن كيد الكافرين، يعني كيدهم يضعفه الله عز وجل. إن كنتم أنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فالله سبحانه وتعالى موهن كيد الكافرين. الشيء الثاني، هذه القصص قصة تبين لك أهل الكهف مثلا، هؤلاء الفتية الذين فروا بدينهم إلى الكهف، هذا نموذج متكرر. ذو القرنين الذي مكنه الله في الأرض فأقام العدل، هذا نموذج متكرر يجب أن يحتذى. السيدة مريم حينما أشيع عنها أنها زانية لكن الله برأها، هذه قصة. سيدنا نوح حينما دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا النفس الطويل في الدعوة. كل نبي يمثل نموذج بشري. سيدنا إبراهيم عانى من أبيه، والسيدة آسيا عانت من زوجها، وسيدنا لوط عانى من زوجته، وسيدنا نوح عانى من ابنه، وسيدنا يوسف دخل السجن ظلما. فكل نبي له قصة، وكل قصة يحتاجها كل مسلم. إذا هذه القصص في القرآن الكريم هادفة، هادفة لتثبيت النبي وتثبيت المؤمنين، وهادفة إلى إحداث
أثر عميق جدا في نفس المؤمن. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. أضع بين أيديكم يعني سيدنا موسى، هذه القصة وردت في القرآن الكريم 17 مرة. هذه القصة من بعض عروضها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أمران أرضعيه وإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ونهيان ولا تخافي ولا تحزني، وبشارتان إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بتوهم الإنسان أن القصة مكررة. هلأ بآية ثانية، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، اليم مأمور من قبل الله عز وجل أن يأخذه إلى الساحل. وعدو الله وعدو موسى مجبور على أن يلتقط هذا الغلام، يأخذه عدو لي وعدو له. والله عز وجل ألقى على سيدنا موسى محبته، وألقيت عليك محبة مني. رأته امرأة فرعون أحبته حبا كثيرا، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. بربكم، الآية الثانية ليست تكرارا لكن إغناء بتفصيلات لم ترد في الأولى. الآية الثالثة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. النتيجة أي أعطت البدايات، أي أعطت التفصيلات، أي أعطت النتائج. تكرار ما في، بس من عدة زوايا. يعني ممكن أن تأتي إلى دمشق من طريق درعة، جبل قاسيون له منظر، أخذنا صورة. يمكن أن تأتي دمشق من طريق بيوت، جبل قاسيون له منظر، أخذنا صورة. ممكن أن تأتي إلى دمشق من طريق حلب، جبل قاسيون له منظر، التقطنا صورة. لو جمعنا هذه الصور الثلاث من الزوايا الثلاث لظهر معنا مجسم لقاسيون. هذه الزوايا إذا تعاونت وتكاملت تعطي شكلا كاملا مجسما بأبعاده الثلاث. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول وإذ قال ربك للملائكة. الملائكة مخلوقات كلفوا أن يكونوا رسلا بين الله وخلقه. في عندنا فعل باللغة اسمه لأك، يعني أرسل. لأك يألك، أرسل يرسل، ومنه الملك. فالملائكة مخلوقات ليست مكلفة لكنها اختارت القرب من الله عز وجل، يسبحون الله لا يفترون. هؤلاء لهم مهمات كثيرة، في أول مهماتهم أنهم رسل بين الله وخلقه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هنا يعني الله عز وجل خلق الخلق، خلق الخلق في عالم الذر، وعالم الذر قبل عالم الصور، لم يكن هناك صور للمخلوقات، مجرد مخلوق. هذا المخلوق صار جبلا، هذا المخلوق صار زهرة، هذا المخلوق صار حصانا، هذا المخلوق صار أفعى، هذا المخلوق صار إنسانا. خلق الخلق في عالم الذر وعرض عليهم الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة أن يملكوا أنفسهم ويزكوها، فإن زكوها استحقوا نعيما أبديا لا حدود له، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يعني عرضنا على إنسان يقود قطار براتب محدود جدا، عرضنا عليه يقود سيارة كبيرة
لنقل الركاب براتب أعلى. القطار ما في عنده أخطار، ما في عنده حوادث، هناك سكة يمشي عليها. وعرضنا على إنسان يكون طيار، يحتاج إلى علم عالي جدا، ويحتاج إلى خبرة عالية جدا، وإلى صفات نفسية عالية جدا، وليس له راتب، معه شيك مفتوح مثلا، في وظيفة محدودة المسؤولية، سهلة العمل لكن دخلها محدود، في وظيفة أعلى، في وظيفة أعلى. فربنا عز وجل عرض عرضا مغريا جدا، عرض على المخلوقات أن يحملوا أمانة أنفسهم فيزكوها. طبعا معنى يزكوها، في نوازع، في شهوات، في أهواء، في حرية اختيار، في عقل، في فطرة، في كون، في منهج، في رسل. قضية معقدة. يعني واحد قال له أبو تعال إلى المحل واعمل بطعامك وبمصروفك، عرض على ابن أتحب أن تحمل أعلى شهادة في العالم؟ أعطيك نصف أملاكي كلها. طبعا هناك سفر، وهناك لغة، وهناك أخطار، وهناك جامعات صعبة جدا، وهناك جهد 30 سنة. أما إذا قبل هذا العرض ونجح فيه له مكانة عالية في المجتمع. هذه الأمثلة تقرب معنا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان قبل حمل الأمانة فصار المخلوق الأول الأول. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان الذي قبل حمل الأمانة، لأنه قبل حملها سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا قرآن. ما في السماوات، طلعت على موسوعة علمية مترجمة اليوم، في هذه الموسوعة العدد التقريبي للمجرات في العالم اليوم 100,000,000,000 مجرة. 100,000,000,000 مجرتنا درب التبابنة مجرة متوسطة، فيها 100,000,000,000 كوكب ونجم. طول هذه المجرة المتوسطة المتواضعة 100,000 سنة ضوئية. 100,000 سنة ضوئية درب التبابنة، ما يقطع الضوء في الثانية 10,000,000,000 كيلومتر. عرضها 25,000 سنة ضوئية. إذا مثلناها على شكل عضلة مغزل، وجئت بقلم ناشف وضعت نقطة على هذا المغزل، هذه المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية طولها 13 ساعة، المجرة طولها 100,000 سنة ضوئية، المجموعة الشمسية 13 ساعة، الشمس والأرض 8 دقائق، الأرض والقمر ثانية واحدة، عشان تعرف أرض قمر ثانية، أرض شمس 8 دقائق، المجموعة الشمسية كلها 13 ساعة، المجرة 100,000 سنة ضوئية، مجرة معتدلة صغيرة، وفي هناك 100,000,000,000 مجرة. بنص هذه الآية هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لأنك أيها الإنسان قبلت حمل الأمانة سخر الله لك الكون كله. هذه واحدة. فربنا عز وجل الإنسان حينما قبل حمل الأمانة كرمه، سخر له الكون، منحه قوة إدراكية هي العقل، تعد أعقد شيء في الكون الدماغ البشري. يعني مرة قرأت كلمة، لو أردنا أن نصنع حاسوب أو كمبيوتر
يؤدي وظائف العقل البشري. قال احتجنا إلى أضخم شارع في نيويورك، والأبنية على طرفي الشارع ناطحات سحاب كلها، وكل هذه الأبنية فيها مكثفات من الداخل ومن الخارج، حتى يؤدي هذا الشارع الضخم بكل أبنيته الشاهقة مهام العقل البشري. أعقد آلة بالكون، وهذا العقل البشري خلق لك لتعرف الله به، فاستخدمه الناس لجني المال الحرام، للسرقة، لارتكاب الجرائم، للسيطرة على العالم، لإيقاع الفتن بين الشعوب، لجمع الثروات بالباطل. الكفار أذكياء جدا جدا أذكياء، يضعون الخطط التي تدهش من أجل استعباد الشعوب، من أجل نهب ثرواتهم، يقومون بتمثيليات مذهلة، كل شيء يفعلونه تمثيلا من أجل جر الثروات إليهم. بالعقل البشري، مع أن العقل خلق لتعرف الله به. يعني ممكن آلة تصوير ملونة تزور فيها العملة ويكون المصير بالسجن، ولك أن تستخدمها استخدام إيجابي تصبح غني جدا من خلالها. الآلة واحدة، إن استخدمتها لغير ما صنعت له للتزوير المصير في السجن، وإن استخدمتها في تصميم الغلافات والتقاويم والبطاقات تصبح إنسان تعيش من ورائها حياة كريمة جدا، والآلة واحدة. أيها الإخوة، الله عز وجل جعل هذا الإنسان المخلوق الأول، جعله خليفة له، معاني كثيرة جدا. أول معنى من معاني خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، يعني سيدنا آدم حينما كان في الجنة لم يخرج منها بسبب أنه أكل التفاحة، لا، سيدنا آدم في الأصل مخلوق للأرض، والدليل هذه الآية، لكن الله جعل هذا الدرس البليغ له ولذريته من بعده. يعني ليس التصميم أنه مخلوق في الجنة فلما أخطأ نقل للأرض، لا، في الأصل للإنسان مخلوق للأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، ولكن الله شاءت حكمته أن يعطي سيدنا آدم درسا بليغا في عداوة الشيطان، أما هو الإنسان في المصير إلى الأرض. هي نقطة أولى. النقطة الثانية، يعني جعله خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا، قرنا بعد قرن، جيلا بعد جيل، كما قال الله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون فخلف من بعدهم خلف. كل هذه الآيات تعني الخليفة، أن الله عز وجل شاءت حكمته أن يأتي الناس إلى الدنيا تباعا وأن يغادروها تباعا ليتعب بعضهم ببعض. هذا معنى من معاني إني جاعل في الأرض خليفة. والمعنى الثاني، أن الله لكرامة الإنسان عنده أعطاه بعض صفاته. الله عز وجل فرد، والإنسان جعله فرد. ليس في الأرض كلها إنسان يشبهك، أنت فرد، نسيج وحدك، بلازما الدم تنفرد به، رائحة الجلد تنفرد بها، قزحية العين تنفرد بها، الزمرة النسيجية تنفرد بها، نبرة الصوت تنفرد بها، بصمة اليد تنفرد بها. لكرامتك عنده جعلك فردا، لا مثيل لك ولا مشابه لك، هكذا شاءت حكمة الله. لكرامتك عنده سمح لك أن تشرع، أعطاك نصوص ظنية الدلالة ولك أن تجتهد. لكرامتك عنده سمح لك أن تبدع عن طريق المورثات والتهجين، فالإنسان يبدع الآن في النباتات وفي الحيوانات وفي الزراعة. لكرامتك عنده سمح لك أن تحكم، جعلك خليفة في الأرض لتقيم العدل
وتردع الظالم وتكافئ المحسن مكنك في الأرض. في شخص قوي بيده مصير الأشخاص الآخرين، هذا خليفة الله في الأرض. إنا جعلناك في الأرض خليفة. الدعاة الأنبياء والأولياء والعلماء والدعاة، هؤلاء خلفاء الله في أرضه ليقيموا أمر الدين، والملوك والأقوياء خلفاء الله في أرضه ليقيموا أمر الدنيا. يعني الله عز وجل أعطى الإنسان قوة. يعني شيء الواقع إلا الإنسان بيقدر يحدث جيش، يعلن حرب، يفجر قنبلة مثلا، الله سمح للإنسان يكون قوي. فكلمة جعله خليفته في الأرض، المعنى الأول يأتي بعضهم وراء بعض، والمعنى الثاني لكرامة الإنسان عند الله أعطاه بعض صفاته. وهناك حديث يعني يحتاج إلى شرح طويل، إن الله خلق آدم على صورته لكرامة الإنسان عند الله عز وجل. أنت تزوجت أم وأنجبت هؤلاء، جعل أمرهم بيدك، طعامهم وشرابهم بيدك، تربيتهم بيدك، مستقبلهم بيدك، توجيههم بيدك، فأنت خليفة الله في أسرتك، أنت معلم، أنت خليفة الله في صفك، مدير مدرسة خليفة الله في هذه المدرسة، أنت مدير تربية خليفة الله في هذه المحافظة، وزير تربية في القطر. كل إنسان ممكن، هذا بالتربية، هذا بالصحة، هذا بالاقتصاد، هذا بالأوقاف، هذا، فإنسان ممكن في معه صلاحية، يعني أمر نافذ، معه سلطة. هذا معنى ثالث، الخليفة نأتي إلى الدنيا تباعا نغادرها تباعا، هذا أول معنى. المعنى الثاني لكرامتك عند الله منحك شيء من صفاته. أنت فرد في أشياء كثيرة، الآن في أقفال صنعت لا تفتح إلا على قزحية العين، لأنه ما في إنسان في الأرض يشبهك في قزحية العين. هذا القفل لن يفتح إلا من قبل صاحبه أبدا. رائحة الجلد، نبرة الصوت، بلازما الدم، الزمرة النسيجية، بصمة اليد، أبدا. جعلك فردا، جعلك مشرعا، جعلك مبدعا، جعلك مريدا، أعطاك حرية الاختيار، جعلك حاكما تقيم العدل تقمع الظلم. إني جاعل في الأرض خليفة. بعدين ممكن الله يجعل على يدك هداية مليون شخص، مليار. النبي عليه الصلاة والسلام، المسلمون مليار ومئتين مليون في صحيفة واحدة. وممكن والعياذ بالله 50 مليون قتيل في الحرب العالمية الثانية بسبب هتلر. ممكن الإنسان شيء كبير جدا، ممكن يقوم بأعمال لا تفعلها الجبال، ويمكن أن يقوم بجرائم لا تفعلها أشرس لحوس في الأرض. الذي ألقى قنبلة على هيروشيما 300 ألف إنسان بثلاث ثواني كانوا ميتين. الآن في حروب كيماوية، حروب غازية، حروب جرثومية، في أسلحة فتاكة، في قنابل حارقة دائرة 200 متر، كل شيء يصبح فحم. نبال عطاء الإنسان، سمح له يخترع بارود، قنابل، يصير بأعماق السحاب، يغوص أعماق البحار، يصل للقمر. عطاء إمكانات مذهلة. الإنسان معه إمكانات، شيء يقول لك الإنسان أصله أرض، الأرود ماذا فعلوا؟ اخترعوا طيارة، تركب طيارة 660 راكب، الكل طعام وشراب وقهوة وشاي ومقاعد مريحة على ارتفاع 40,000 قدم، نقلوا الصورة والصوت. شو هالموضوع، الفاكس مثلا، موضوع الأجهزة، الإنترنت، شيء لا يصدق. هذا كله من إنجاز الإنسان، جعلوا خليفته في الأرض. بقى المشكلة أن هذه الإمكانات الضخمة التي أعطاها الله للإنسان استخدمها في الشر. هالأجهزة المعقدة جدا المذهلة جعلها لإفساد الأخلاق. ماذا في المحطات الفضائية؟ إفساد.
ماذا في هذه الأجهزة المعقدة جدا لنقل الصورة؟ إفساد، إفساد عقائدة، وإفساد أخلاق، وإفساد بيئة. فالإنسان لأنه مخير كل شيء فيه حيادي. قمة الكمال البشري النبوة، وقمة وحضيض السقوط البشري الإجرام. يعني هناك أشخاص يتلذذون بشقاء الآخرين. ممكن شعب عند الناس متقدم مزدهر عصر العلم يقيم رفاهه على أنقاض شعوب، ماذا يفعل أعداء الإنسانية؟ يخلقون مشكلات في العالم، مشكلات، ويبيعون أسلحة ويعيشون على أنقاض الشعوب. هذا الذي يحدث. بؤر متوترة في العالم، بآسيا بؤرة، بالصين بؤرة، بالسودان بؤرة، وأفريقيا بؤرة. بؤر متوترة تحتاج إلى أسلحة، يبيعون الأسلحة بعقود إذعان بأسعار خيالية، ويعيشون على أنقاضنا جميعا بعقولهم الذكية الشيطانية. استخدموا العقل لغير ما صنع له. أما العقل بيساويك أكبر مؤمن، بيساويك أكبر مصلح، بيساويك أكبر إنسان بالعقل البشري. استخدم لغير ما صنع له. فلذلك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يخلفني، يعني إنسان رحيم، والله رحيم، إنسان عليم، إنسان عادل، إنسان لطيف، إنسان قوي. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إنسان عفو، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني كأنه الله عز وجل أراد أن نتخلق بكمالات الله عز وجل، بالرحمة، بالشفقة، بالإنصاف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أهلك الله الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عدل الأنبياء، عدل، رحمة، عفو، حلم. اذهبوا فأنتم الطلقاء. لمن هذا الوادي؟ هو لك. شو معنى خليفته في الأرض؟ اقتبس من كمالات الله. الله عز وجل أسماء كل حسنى، صفاته فضلة، خليفته في الأرض اقتبس منه، اقتبس من الرحمة، العدل، القوة، الحرص، الإنصاف، هذا كله من الله مقتبس. هذا معنى إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. طبعا هذا السؤال يسأل عنه مرات عديدة: كيف عرفت الملائكة أن الإنسان سيفسد وسيسفك الدماء؟ الآية تجيب عن ذلك: والجان خلقناه من قبله، من قبل الإنسان، من نار السموم. فعالم الجن ارتكبوا الموبقات وسفكوا الدماء وفسدوا في الأرض. فالملائكة قاسوا على الجن، لأن الله عز وجل أعطى الأمانة للإنس والجن معا: يا معشر الجن والإنس، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بآيات كثيرة جدا صنف البشر وصنف الجن هما اللذان قبلا حمل الأمانة وهما مكلفان. وكل جنس له طبيعة خاصة، البشر من طين والجن من نار. فلذلك الملائكة قالوا: يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني إذا كان أنشأنا جامعة ضخمة جدا وفي عدد من الطلاب، وليكن ربع الجامعة ما درسوا وما تعلموا، ويعني أهملوا واجباتهم، نلغي الجامعة؟
لكن بالمقابل في طلاب أخذوا شهادات عليا وقدموا لأمتهم خدمات كبيرة جدا. فلو فرضنا في قسم فاسد نلغي الجامعة؟ لا نلغيها. قال إني أعلم ما لا تعلمون، سيكون هناك أنبياء كبار وأولياء ومؤمنون ومجاهدون ومجتمعات راقية جدا. إني أعلم ما لا تعلمون. وأساسا الكمال، لا، الكمال في الجامعة أن ينجح جميع الطلاب كلهم، أن ينجح جميع الطلاب كلهم بتفوق، لا، الكمال في الجامعة أن تأتي النتائج وفق المقدمات. يعني وتبينجح المجتهد بيرسب الكسول، هذا كمال في الجامعة. فكمان الكمال في خلق الإنسان أن تأتي الآخرة متوافقة مع الدنيا فقط. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، الإنسان مخير، لأنه الله لا يتدخل. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، الإنسان مخير. فلذلك الكمال لا أن يكون الناس كلهم مؤمنون مؤمنين، لا، الكمال أن يعطى كل ذي حق حقه، الكمال لتجزى كل نفس بما عملت، هذا الكمال. افعل ما تشاء، الله عز وجل قال اعملوا ما شئتم، افعل ما تشاء، كل شيء له ثمن، كل شيء له ثمن. ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. فالكمال أن تأتي النتائج مطابقة للمقدمات فقط. فافعلوا ما شئتم، هيك الله عز وجل، عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارق، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. الآية تصبح وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أنا سأخلق مخلوقات وأعطيها حرية الاختيار وأعطيها عقلا، أسخر لها الكون تسخير تعريف وتكريم، أعطيها شهوات وأعطيها منهج، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أبدا، أنت مسؤول. هذا الدرس مصيري، مصيري يحدد مصير الإنسان. افعل ما تشاء، الله عز وجل بنبهك، يسمعك الحق، يضيق عليك، لكن في النهاية أنت مخير، وعملك بسبب اختيارك، وأنت وحدك مسؤول، ولن يحاسب إنسان عن إنسان. قل كل يعمل على شاكلته، نعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هكذا. فهي الآية تبين أنه أنت المخلوق الأول والمكرم والمكلف، وأنت خليفة الله في الأرض، على مستوى أب خليفته، على مستوى معلم خليفته، على مستوى طبيب خليفته، على مستوى مهندس خليفته، على مستوى مدير دائرة خليفته، أنت خليفته في الأرض. جاء في بعض التفاسير إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف ما لا تعلمون على المفاسد التي ذكرتموها، سأجعل فيهم الأنبياء، أرسل فيهم الرسل، فيهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى والمتبعون لرسله. وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون. هؤلاء في المسجد هنا، لماذا أنتم هنا؟ لا في طعام ولا في شراب،
ولا في تكريم ولا في رواتب آخر الشهر. أنتم لمعرفة الله أتيتم، لوجه الله أتيتم. إذن أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وفي عباد مؤمنين صادقين مخلصين محبين ورعين مقبلين محسنين متفوقين. العبرة أن تأتي النتائج وفق المقدمات فقط. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون، والحمد لله رب العالمين.